السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التربية تخصص 2% من تعيينات العقود للعائدين من مخيمات النزوح. أوضحت وزارة التربية تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيينات العقود في 3 محافظات، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى منح مساحة من التوظيف وفرص العمل للنازحين الخريجين. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إن الوزارة عملت على تضمين قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مقدار من تعيينات العقود بما يعادل 2% من كل عنوان وظيفي في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار للعائدين من النزوح في مخيمات كردستان ضمن تعليمات الخاصة بدرجات 50,000 الخاصة بالعقود للمحافظات 3، مبينا أن رئاسة اللجنة الخاصة بالتعيينات عرضت تنفيذ القرار على لجنة التربية وهو جزء أساسي بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى، إذ أن هناك الكثير من الفئات التي خصص لها سواء بالموازنة أو التعليمات. وأضاف أن الهدف الأساسي من القرار هو منح مساحة من التوظيف وفرص العمل وإعادة تهيئتهم للحياة لكونهم خريجين ومروا بظروف استثنائية، ولذلك هذا الجزء يشجع على عودة النازحين إلى مناطقهم، معربا عن أمله أن يحقق تطبيق قرار مجلس الوزراء الأغراض التي وضعت من أجله. الصحة تفتح باب التقديم على الدراسات العليا داخل العراق. أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم على الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2024-2025، وذكرت الوزارة في بيان أن الراغبين بالتقديم على الدراسات العليا الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه للعام الدراسي 2024-2025 تقديم طلباتهم حسب ضوابط وسياقات الدراسات كافة المقترنة بالمصادقة وحسب آلية الترشيح المبينة في الضوابط. أوضح البيان أن آخر موعد لاستلام الطلبات وخلاصة الخدمة في دوائركم هو يوم الأحد الموافق 17/3/2024. لمعرفة ضوابط التقديم سأترك لكم رابط التقديم في وصف الفيديو. وزير التعليم يصدر أمر وزاري بتعيين 38 من حملة الماجستير والدكتوراه، الروابط ستكون في وصف الفيديو. لجنة نيابية قانون رفع التسكين الوظيفي سينصف آلاف الموظفين. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن التعديلات على قانون التسكين الوظيفي شملت العديد من فئات الموظفين الذين سيتم رفع الحيف عنهم حال إقراره في مجلس النواب. قال أن قانون الملاك الوظيفي من أهم القوانين التي تخدم الموظف وتنتظره فئات كثيرة من الموظفين، وقد وردتنا مسودة القانون من الحكومة في الفترة السابقة لكن تم رفضها لأنها كانت تشمل فئات محددة فقط، وبين أن الحكومة عادت إرساله مرة أخرى بعد أن أضافت فئات كثيرة من الموظفين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بعناوين مختلفة. أكد أن اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع اللجنة المالية النيابية بشأن استكمال القانون وتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب. أضاف أن هناك الكثير من الموظفين مضى عليهم سنوات مسكنين في درجاتهم الوظيفية بسبب عدم وجود مسمى وظيفي لهم، وهذا القانون بعد إقراره سيعالج ذلك ويخدم الموظفين. التربية تزف خبر سار للمتقدمين للتعيين إلى ملاكها. أعلنت وزارة التربية عن وصولها إلى المراحل النهائية في عملية فرز أسماء المتقدمين للتعيين في الوزارة قبل الإعلان عنها. قال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إن اللجنة المختصة بفرز أسماء المتقدمين للتعيين على ملاك الوزارة ومديرياتها العامة وصلت إلى المراحل النهائية، وأضاف أن الروابط التي أعلنتها الوزارة بأسماء المرشحين للتعيين مؤخراً ليست نهائية، وأن عملية الفرز ستشمل هذه الأسماء وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة. وتابع أن عدد الدرجات الوظيفية 50,000 درجة موزعة بنسب متفاوتة، حيث شملت 2500 درجة لكل مديرية من مديريات تربية محافظة بغداد الستة وما تبقى للمحافظات بحسب نسب السكانية. بشرى للعاطلين، الحكومة توفر 70,000 درجة وظيفية خلال العام الجاري. كشف النائب علي اللامي عن توفير 70,000 درجة وظيفية تطلق خلال العام الحالي، وقال اللامي إن تعديلات موازنة العام الحالي ستصل قريبا إلى مجلس النواب للمضي بها، وتتضمن من 1000 إلى 1300 مشروع على الأقل ب 15 محافظة في 13 قطاع حيوي. وأضاف أن 3 مراحل ستميز مشاريع 2024 من ناحية الجدوى الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والسعي إلى بلورة خطط لجذب الشركات العالمية المتخصصة للعمل في الداخل. وأكد أن المشاريع ستوفر ما لا يقل عن 70,000 فرصة عمل، وأن إدارة المشاريع ستكون مختلفة من ناحية تسهيل الإجراءات وآليات التنسيق بين الوزارات والمحافظات للحيلولة
دون تلكؤ أو توقف أي مشروع خدمي. وينتظر مجلس النواب وصول موازنة 2024 مع تعديلاتها المقترحة للمضي في إقرارها بعد مناقشاتها. مجلس الخدمة الدرجات الوظيفية تحدد بناء لحاجة الوزارة ذات العلاقة. أعلن رئيس مجلس الخدمة العامة للاتحاد محمود التميمي عن آلية توزيع الدرجات الوظيفية، مبينا أنها تتم وفقا لاحتياجات الوزارة ذات العلاقة. بيان للمجلس أن التميمي بحث مع وفد نيابي مكون من نهال الشمري ومديحة حسن وسميع غلاب التعيينات الخاصة بالأوقاف والاحتياجات المطلوبة ضمن مجالات الاختصاص، وأضاف أنه تم التطرق لملف تعيينات الطيارين والمضيفين وتحديد أولوية التعيين في شتى المجالات لحملة الشهادات العليا والأوائل.